باشمهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية. سعداء بوجودك في الحفلة دي. عندنا سؤال، ايه الفرق ما بين اتحاد بينظم مباريات وما بين هيئات او شركات بتنظم مباريات؟ والله المفروض الاتحاد، المفروض دور الاتحاد ان هو يعني لقطاع البطولة، يبقى مسؤول عن قطاع البطولة وعن تخريج ابطال اللي هم العنصر الاساسي للمنتخبات القوميه بتاعتنا، بغض النظر كانت اعمار سنيه او مفتوحه. اما الانديه اللي المفروض تعمل البطولات التحضيريه لقطاع الممارسه اكتر من قطاع البطوله، اللي هي بتبقى الادوات بتاعتها السبونسر اللي بيجيب له شركات او اي حاجه عشان تدعمه من الناحيه الماليه عشان يقدر يعد قاعده كبيره، الاتحاد يسقلها اكتر وينتقي منها احسن العناصر اللي تبقى موجوده في منتخب مصر. ويعني يا ترى الاتحاد نظم كام بطوله السنه اللي فاتت؟ ده العدد كبير ما افتكروش يعني، انما يعني لا، في اصل في عندنا الاتحاد نظم في 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 قفز السدود ونظف في الكله ونظف في الانديورت. لا يعني بتتكلم على القفز على الاقل لازم يكون فوق ال 100 بطوله. ال 100 بطوله وكام بطوله دوليه فعلا؟ وكام بطوله دوليه؟ يعني هو بتبقى بطولتين دوليتين، انما الايام بتاعتها قد ايه، بتعمل كام بطوله جوه الثلاث ايام؟ يعني بتتكلم مثلا على البطولات الدوليه، بتتكلم مثلا على اكثر من 20 بطوله دوليه، 20 مستوى في بطوله دوليه. اوكي، لكن نقول مثلا السنه اللي فاتت عملتوا المستويات دي من خلال بطولتين، من خلال بطولتين على مدى 6 ايام. ويا ترى الاتحاد برضو السنه اللي فاتت مثلا نظم كام برنامج تدريبي للمدربين؟ لا، نظم برنامجين تدريبيين ما بين الاكاديميه الاولمبيه في مصر هنا والاتحاد الدولي للفروسيه. الاكاديميه الاولمبيه بتدي عناصر التدريب وبتدي علم التدريب بحد ذاته، علم المطلق للتدريب، اما الاتحاد الدولي بيدي فنيات رياضه الفروسيه، فالاثنين مع بعض بيكملوا يطلع مدرب متكامل. طيب وعملنا مثلا كام دوره تدريبيه للحكام؟ عملنا احنا دورتين للحكام، ان شاء الله السنه دي هنعمل دوره لمصممين موانع، وبرضه هنعمل دوره للحكام تاني غير الحكام اللي سافروا بره عشان يكملوا الدورات بتاعتهم. هي دي حياتك، الاليات اللي بتطور الرياضه، حكام ومدربين ويعني مباريات مستمره ومباريات دوليه في احتكاك دولي، ولا في اليات اخرى بتطور؟ هي طبعا دي الاليات، ولو بصيت ان هو حتى شروط الترشيح لمجلس الاداره لازم يكون الناس اللي عندها هذه الخلفيه، يا اما مدرب يا اما لاعب على اعلى مستوى يا اما حكم دي الاليات الموجوده، انما لها وسائل اكثر دقه من كده. ازاي تقدر تنسق مع الدوله، ازاي تنسق مع وزاره الشباب والرياضه، مع وزير الشباب والرياضه اللي هو راجل مهم جدا بيساعدنا جدا في الموضوع ده، ازاي نقدر نجيب مدربين؟ احنا عندنا مدرب فرنساوي موجود مشي، هيجي واحد تاني قريب جدا، ازاي بنسخ المدربين اللي عندنا، الحكام اللي عندنا، مصممين الموانع اللي عندنا، ازاي نقدر نعمل الكلام ده كله؟ دي المنظومه ما بتكتمل بتقدر في الاخر تنتج لاعب وان كان موهوب زياده، تقدر تزيد الموهبه بتاعته حتى بالعلم بتاعك، فده حاجه موجوده، واحنا موجوده في الرياضه بصفه عامه، واصعب شويه في الفروسيه، لان الفروسيه معاها العنصر الكبير قوي اللي هو الحصان برضه، ازاي اللي انت بتمرنه للفارس لسه ازاي هتمرنه للحصان، فعشان كده هي اصعب شويه من الرياضات العاديه واقصى من الرياضات العاديه، انما احنا الحمد لله فاهمينها، المنظومه بتاعتنا متكامله، يبقى الدعم اللي بيجي لنا من الحكومه او الدعم اللي بيجي لنا من بره. للاسف الرياضه بتاعتنا ما تقدرش تخدم الاعلام قوي لسببين. السبب الاولاني ان الاعلام نفسه هنا والتلفزيون الدوله في، مش عايز اقول معقد شويه، انما صعب شويه ان هو يدعمنا، كل حاجه بيرجعوا عايزين ياخدوا فلوس قصاد الاعلانات اللي موجوده، ما نقدرش احط ازازه ميه مكتوب عليها اسم الشركه المنتجه، ففي دي معوقات عندنا بنحاول نحلها، يمكن القانون الجديد هيتطرق لها ويقدر يطلع بحاجه تساعد الموضوع ده، دي نمره واحد. اما الناحيه الثانيه اللي ازاي نقدر نجذب الرعاه، اول رعاه في الفروسيه هيبقوا هم الفرسان او هم اللي لهم علاقه بالفروسيه اللي بيحبوها، نامل ان هم يتعاونوا معانا عشان يقدروا يجذبوا الناس من خارج نطاق الفروسيه يدعموا الرياضه دي. ان شاء الله هيبقى لنا مع حضرتك لقاء ثاني خلال البطوله. ان شاء الله معاك مره ان شاء الله. شكرا.